بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. كان لمداين مديونان، كان على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيان، فسامحهما كليهما، فمن منهما يحبه أكثر؟ ويكمل: من أجل ذلك أقول لك أن خطاياها الكثيرة مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليلا يحب قليلا. النهاردة أحبائي هو الحد الرابع من شهر توت، وشهر توت ده أول شهور السنة القبطية، ولذلك القراءات بتكون قراءات التوبة. دايما كل بداية جديدة تناسبها توبة. أما ابتدي سنة جديدة أقوم أقدم توبة، أما ابتدي يوم جديد أقدم توبة، أما ابتدي سنة جديدة في عمري عيد ميلادي أقدم توبة، وأقول لرب السنة الجديدة دي تكون سنة مقدسة وسنة بعيدة عن الخطية والضعفات والسقطات اللي أنا عشت فيها في السنين اللي فاتت. الحد اللي فات الكنيسة قدمت لينا مثال للتوبة، إن هو قصة زكا العشار. طبعا لوجود السنة القبطية الجديدة بتتغير القراءات، لكن الحد اللي فات كان عيد الصليب، لكن القراءات الطبيعية في اليوم ده هي قراءات زكا العشار. لكن النهاردة يدينا قراءات المرأة الخاطئة. الوحيد اللي ذكر قصة المرأة الخاطئة هو القديس لوقا في إنجيله في الإصحاح السابع، ولكن أباء الكنيسة بوعيهم قالوا الإنجيل ده مهم قوي، ومحطهن كل يوم نصليه في الخدمة التانية في صلاة نص الليل، إنجيل المرأة الخاطئة، لأنه إنجيل نقدر إن إحنا نعيش فيه حياة التوبة. إن كان الليل هو مفرز لعمل الصلاة، فيناسب أيضا الليل أن يقدم الإنسان أعمال التوبة. عشان كده وضعوا الأباء في الخدمة الثانية من نصف الليل. في الحقيقة القصة بأحداثها وتعاليمها كلها درس لينا. الشخصيات اللي في القصة دي، شخصية سمعان وشخصية المرأة الخاطئة وشخصية سيدنا لكل المجد، ثلاث شخصيات في القصة دي. لكن احنا لينا من سمعان تحذير، ولينا من المرأة الخاطئة تعليم، ولينا من رب المجد كل بهاء وكل مجد وكل تعليم وكل قدوة وكل مثال احنا نعيش بيه. سمعان دعا المسيح إلى بيته وقال له تعالى علشان تدخل في بيتي ويعدله عشاء، والمسيح يكون الضيف بتاع سمعان في اليوم ده. المسيح قبل الدعوة وراح عند سمعان. سمعان لما دعا المسيح ما كانش غاية الدعوة هي حب في المسيح، ولكن كانت غاية الدعوة إن أنا يبقى شكلي حلو قدام الناس. المعلم اللي بيقولوا عليه والناس بتتكلم عنه أنا دخلته في بيتي، اللي الناس كلها بتحكي عليه أنا معروف في وسط القوم، وأنا لما المسيح يدخل بيتي يبقى ده حاجة يعني الناس يقولوا عنه، الشخص المعلم اللي بيقولوا عنه قدوة، فأنا دخلته في بيتي وبقى موجود عندي. ربما سمعان دعاه لأن هو بيحب المنظر، ربما سمعان دعاه لأن مجي المسيح في بيته حقدر إن أنا أتعامل مع المسيح عن قرب. ده في الريسي خدوا بالكم سمعان، فلما المسيح يجي عن قرب أنا حقدر إن أنا يعني زي ما بيقولوا أفليه، أعرفه عن قرب، هقول لكم بصحيح ده معلم صالح ولا لا، بيحفظ الناموس ولا ما بيحفظوش، أنا حقدر إن أنا يعني
أحطه تحت الفرازة وأعرف شخصية المسيح دي شكلها إيه. جايز لأنه في الريسي ومدقق في تنفيذ الوصية، قالوا له المسيح ده بتاع التعاليم والوصايا، قال لهم طب أجيبه في بيتي أسمع منه تعاليم ووصايا. خدوا بالكم إن القصة دي لم يذكر فيها اسم المرأة، لكن قالوا لنا إن المرأة دي خاطئة، لكن ذكر لينا اسم سمعان. والوحي الإلهي لما يقول لنا حاجة ما بيقولهاش كده بالصدفة، لا، سمعان معنى كلمة اسمه يسمع. فلما سمعان يقولوا معنى اسمه كلمة اسمه يعني يسمع، يعني جايب المسيح علشان يسمع. هو في الريسي يسمع الوصية ويدقق فيها وينفذ الوصية، فهو جايب المسيح علشان يسمع كلمات المسيح، لأن السمعان ده كان متدين ويقدر إن هو يحكم على كل إنسان جنبه، متدين أو مش متدين. يمكن تقوله إن أنا بتحامل على سمعان، أو إن أنا بقول عليه كلام يمكن مش في محله. لا، ده الكتاب قال لنا كده. الكتاب يقول لنا إن في بداية القصة وبداية القعدة، أول ما المرأة ما لمست رجليه، سمعان على طول قال لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمسته وما حالها، إنها لخاطئة. يعني سمعان قاعد عشان إيه؟ ينتقد، قاعد عشان يفلي، يشوف اللي قدامه ويبتدي يتكلم عليه. وإن كان اتكلم في سره، لكن ربنا كشف الكلام اللي في السر فأصبح معروف لينا. سمعان ده ما دعاش المسيح نتيجة حب حقيقي، ما دعاش المسيح نتيجة حب حقيقي، لأن المسيح قال له يا سمعان أبسط حقوق الضيافة أنت ما عملتهاش. مفروض أنك أنت لما تضيفني في بيتك تغسل رجلي، أنت ما غسلتش رجلي. مفروض حقوق الضيافة أنك تقبلني في فمي، أنت ما قبلتنيش في فمي. مفروض حقوق الضيافة أنك تكرمني أن أنا جاي ضيفك وأن أنا جاي أقعد في بيتك، لكن أنت ما عملتش كده. لكن المرأة اللي جات للمسيح قدمت حقوق الضيافة، هو ما قدمش طيب، كان المفروض يغسل الرجلين، مفروض انه يقبل الفم، مفروض انه يسكب طيب. واحد جاي من طريق، الطريق ده محتاج غسل رجلين، الطريق ده محتاج تقدمة محبة زي ما اتنين بيقابلوا بعض ويقدموا سلامات بقبلة لم تقبل فمي. تالت حاجة، انت ما قدمتش الطيب اللي الإنسان بعد الطريق كده قوم عرقان وتعبان قوم يحس بجو كويس، يبتدي يقعد قعدة حلوة مع الشخص اللي جاي يقعد ضيف معاه، فبيقول له انت قواعد الضيافة انت ما قدمتهاش. سمعان بينه وبين نفسه بيقول يعني اغسل رجلين ليه؟ اقبل الفم ليه؟ اقدم طيب ليه؟ ده يكفيه انه يقول انا دخلت بيت سمعان، يكفيه. سمعان ده شخص معروف، ام انت لما تدخل بيت سمعان تبقى يعني محظوظ، دخلت في مكان كبير، فيكفيه كده. فسمعان تنازل وبعد عن كل حقوق الضيافة، ما قدمهاش من اجل انه يعني حاجة كبيرة انك دخلت بيتي. فرق كبير بين سمعان وقائد الماء اللي قال للمسيح لست مستحقا أن تدخل تحت سقف بيتي، قل كلمة ليبرأ الغلام. ما تدخلش، أنا ما استاهلش. لكن سمعان حاسس بإحساس عكس قائد الماء، يكفي أن المسيح يدخل في بيتي ويكفي أن المسيح يقعد على مائدتي. إيه التحذير اللي بنسمعه من سمعان؟ ان هو حاسس باستحقاق. خدوا بالكم، تحذير لينا كلنا، ان انا باجي وحاسس ان انا بستحق، انا استحق. خدوا بالكم ده احساس وحش قوي.
احنا كتير مننا ما بنعمل اللي بيعمله سمعان، سامحوني وانا منكم. احنا بنصوم، بنصوم، هو بيصوم يومين في الاسبوع. احنا بنعشر، بنقدم عشور. احنا بنهتم بالوصية، ايوه بنهتم بالوصية، ونحاول يعني ان الوصية اللي تقع في ايدينا نظهر قدام الناس بننفذها بالحرف الواحد. فاذا كان في الريسي زمان ففي كتير مننا بيعيشوا بنفس الروح وان كنا في العهد الجديد. فسمعان ما يفرقش كتير، لكن المسيح دخل بيت سمعان، وسمعان يشعر ان انا استحق دخول المسيح، مش لست مستحقا، لا انا استحق ان المسيح يدخل في بيتي. ايه المشاعر اللي انت بتحس بيها لما بتكون في حضرة ربنا؟ المشاعر اللي انت بتشعر بيها لما بتدخل تتناول؟ المشاعر لما بتدخل الكنيسة؟ المشاعر لما انت بتقف وانت بتصلي بتقول له ايه انا استحق، ولا بتقول له مش قادر ارفع عيني واقف مطاطي الراس وباصص للارض، مش قادر ارفع عيني اليك يا رب. كتير من القديسين كانت صلواتهم كلها وهم بينظروا للارض لانهم مش قادرين يرفعوا عينيهم. احساسهم والاحساس الروحي اكتر من الاحساس الجسدي، ان انا حاسس ان انا واقف في حضرة ربنا، فما اقف في حضرة ربنا اقف مطاطي الراس، ادخل الكنيسة اقول له ما استحقش ان انا ادخل بيتك، وادخل للتناول اقول له ما استحقش ان انا اتقدم للتناول، وما اقف عشان اصلي اقول له شرعت ان اكلم المولى وانا تراب ورماد، انا ما استحقش يا رب ان انا ارفع راسي قدامك. هنا مشاعر سمعان كانت مشاعر مختلفة عن كده، لكن السيد ليه كل المجد بيحذرنا، خدوا بالكم من مشاعركم، خدوا بالكم من مشاعركم. بأي مشاعر بتقدموا لي الصلاة؟ بأي مشاعر بتقدموا لي العبادة؟ بأي مشاعر بتتقدموا للتناول؟ بأي مشاعر بتفتحوا الإنجيل عشان تسمعوا كلمتي؟ ايه مشاعركم وانتوا بتعملوا الممارسات الروحية دي كلها؟ نقطة تانية بالنسبة لسمعان، الإدانة. الإدانة ولو كانت الإدانة دي بالفكر، انا الإدانة دي ما طلعتش بره، سمعان ما قالش كلام ومن اللي موجودين سمعوه، لكن الإدانة كانت في داخل فكر سمعان. فنقطة تانية في شخصية سمعان ناخد بالنا من الإدانة حتى لو كانت بالفكر. سمعان أدان السيد لي كل المجد وأدان المرأة، أدانهم الاثنين. وقف كده سمعان ويقول لو كان هذا نبيا لعلم من هي المرأة التي لمسته وما حالها. كان سريع في الإدانة وإن كان في الخفاء لكن سريع جدا. وسمعان اللي في العلن ما قالهوش وما تمسكش عليه غلطة، لكن هو من الداخل سريع جدا في إدانة المرأة وفي إدانة السيد المسيح. عايز أقول المرأة اللي أدانها سمعان كانت هي في قمة القداسة والتوبة في الوقت اللي هو كان في قمة الانحطاط في الخطية، واقع في خطية إدانة، واقع في العمق، وعمال يدين بالفكر. وبيدين مين؟ بيدين السيد لي كل المجد وبيدين المرأة في الوقت اللي المرأة دي وصلت للقمة بالتوبة، جاية مش مستحقة وجاية بتقدم توبة وابتدت تغسل رجليه، وفي النهاية المسيح ادها التبرير وادها المغفرة الخطية لأنها جت فعلا بتوبة حقيقية. فسمعان كان تحت خالص والمرأة دي كانت فوق خالص، وسمعان اللي تحت بيدين المرأة اللي فوق. شوفوا الفارق الكبير. دي رسالة تانية من سمعان. يبقى أول رسالة إن أنا ما أشعرش باستحقائي، ما أدخلش وأقول ده حقي وده استحقائي. تاني نقطة إن أنا ما أدينش،
لأن ربما اللي بدينه ده قدام ربنا هو أفضل مني بكتير. دهن المرأة وقال إنها خطية، والسيد المسيح قال له إيه؟ يا سمعان عندي كلمة أقولها لك. قال له قل يا معلم. قال له كان يدائن مدينان على الواحد 500 وعلى الآخر لم يكن لهما ما يوفيان، فسامحهما كليهما، فمن منهما يحبه أكثر؟ بص له كده سمعان، قال له شوف أظن أن الذي سامحه بالأكثر. أظن يعني سمعان في سره قال هذا الرجل ليس بنبي، بسرعة حكم سريع إن ده مش نبي. لكن سمعان لما جه يعلن فكره فحط كلمة أظن، يعني أنا أفتكر عشان ما كنش بحكم حكم خاطئ، لكن في السر حكم الحكم بمنتهى السرعة وهو حكم خاطئ تماما. عشان كده القديس أغسطينوس يقول إيه؟ لنحذر الأفكار لأن أفكارنا معلنة في السماء. نحذر الأفكار بتاعتنا لأن أفكارنا اللي مدارية جوه معلنة في السماء. ياريت وإحنا بنحذر إن إحنا كمان لما بنيجي الكنيسة ما ندينش حد أبدا في الكنيسة، ما شعرش إن فلان ده يا فلان اللي ما بيخشش كنيسة بقى جوه الكنيسة وقع من أول ما أدخل الكنيسة في إيدانا، فلان ده حيتناول ده أنا عارفه كويس وقع في إيدانا تاني. ما هي الست دي قربت من رجلين المسيح على طول سمعان دنا، طب ما اشوف واحد داخل يتناول على طول ادين هو انا عارف ده تايب ولا مش تايب، طب ما يمكن ده احسن مني، ويمكن لو ربنا اخدنا احنا الاثنين يديكوا طولة العمر ياخدوا في وضع افضل من وضعي ويبقى له مكان احسن مني. انا اعرف من انت يا من تدين اخاك هو لمولاه يسقط او يثبت، لكن انا مين اللي هدين اخويا واتكلم عليه؟ المسيح ليه حق على سمعان، علشان كده قال له يا سمعان عندي ليك حق، في حق عليك. ربنا بيدور على حقوقه، خدوا بالكم مفيش واحد يعني يجي بعد زمان يقول يعني خلاص الموضوع الفلاني كان ربنا عايز مني، والموضوع مع الوقت تقادم والقضية لما بتتقادم بتسقط، ده في المحاكم مش عند ربنا. القضية تسقط بالتقادم دي شريعة المحاكم لكن مش شريعة السماء. ربنا يقول كده في الكتاب سلبتموني، يقول الرب سلبتموني. فهنا لما واقف قدام سمعان بيقول له انت يا سمعان سرقتني، سلبتني، اخدت حقوقي، لي حق عليك، انا دخلت بيتك وانت ما قدمتش واجبات الضيافة، انا لي حق عليك. ربنا ما بيغمضش عينيه، ربنا لا واخد باله. أما يقول سلبتموني ويطالب يكلم سمعان على حقه فربنا واخد باله كويس. هنا ربنا يقول للمرأة إن لما دخلت البيت أنت لم تغسل رجلي. أنا شايف في غسيل الرجلين دي التوبة، غسيل الرجلين هي التوبة. فهو ربنا لما بيجي يكلمنا بيقول لك انت لما قابلتني ما قدمتش توبة، انت لم تغسل رجلي. يجي بعد كده اي واحد مننا بيغلط بيروح يتأسف لسيده، طب ما انا عبد وده سيدي لكل المجد، فانا دايما اروح له اقول له انا غلطان واترمي عند رجليه. لم تقبل رجلي يعني انا بقول له انا غلطان بقدم توبة، فأنا مطلوب مني علاقتي بسيدي إن أنا أقدم التوبة. المسيح هيجي يعتب علينا، عليك وعلي، هيقول لك أنت ما غسلتش رجلي يعني أنت ما قدمتش توبة، ما قدمتش توبة. هتقول له إيه؟ قال لسمعان كده المرأة قدمت توبة، لكن سمعان لا، قال له أنت لم تغسل رجلي، بقبلة لم تقبل فمي. الفم ده يقصد بيه كلام الله، انت ما احترمتش كلمتي، انت ما قدرتش كلمتي،
انت مفروض انك تقدر كلمتي وتقدر المكان اللي بيتقال فيه كلمتي. انت تقدس كلمة ربنا وتكون كلمة ربنا بالنسبة لك زي السيف. ربنا هيسألك يقولك انت ما غسلتش رجلي وانت كمان لم تقبل فمي، انت ما قدستش الكلمة بتاعتي. اما المرأة فسكبت الطيب، يعني ايه تسكب الطيب؟ يعني ربنا ده يكون موضوع حبك، موضوع حبك دايما تنشغل بربنا، دايما تفكر فيه، دايما ربنا هو يكون بداية يومك وختام يومك، ودايما ربنا اللي دايما زي ما بيقول الكتاب كلماته تكون بين عينيك وتضحى على قائمة بيتك وتتكلم بيها في الطريق وحين تنام وحين تقوم، تبقى كلمة ربنا موضع محبتك وربنا نفسه هو اللي تتغنى بيه طول الطريق. عشان كده الكتاب يقول كلامك حق هو. احنا ما نملكش احبائي غير ان احنا نخضع لربنا. انا بستعجب لما الناس تقعد تناقشهم يقول لك يا ابونا استنى، الكلام ده زمان مش بتاع دلوقتي، جرالنا ايه؟ ده المسيح هو السيد واحنا العبيد. هل العبد يجرؤ ان يقول للسيد كلامك بقى قديم؟ كلامك ده بتاع زمان؟ كلامك ما يمشيش ليام دي؟ هقدر ان انا اقول لسيدي كده؟ ولا يقول له امين واخضع عليه؟ احنا بقينا نفاصل وده غلط. كلمة ربنا كلمة تنفذ، احنا عبيد وهو السيد. كلمته زي السيف، واللي يقوله الى اخر الدهور نقول له كلامك يا رب نافذ امين. لكن ما نقدرش ان احنا نجادل ربنا لان احنا العبيد، ومش من حق العبد انه يجادل السيد. ولما تكسر كلامه يجي دورك انك تيجي تغسل رجليه، تيجي تقدم توبة، تقول له انا كسرت كلمتك يا رب وعشان كده انا جاي بغسل الرجلين. هنا المسيح لما جه قال لسمعان، عايز اقول لك حاجة، المرأة اما دخلت بقى وغسلت الرجلين، المرأة لما دخلت وسكبت الطيب قال له كان لداء لمداين مديونان عند واحد 500 دينار. 500 دينار ده أجرة العامل في سنة ونص، 500 دينار، وعلى الآخر 50 أجرة العامل في شهر ونص. يعني الأولاني أجرته سنة ونص والتاني أجرته شهر ونص، لأن العامل كان بياخد دينار في اليوم. فقال له المديونان واحد عليه مبلغ كبير قوي والتاني عليه مبلغ صغير قوي، مبلغ سنة ونص مرتب ومبلغ شهر ونص مرتب، ولم يكن لهما ما يوفيان. يعني ما فيش حد في الايدين الاتنين يقدر يوفي حاجة، الاتنين مديونين والاتنين ما معهمش اللي يسددوه. فقال له مين فيهم اما يغفر سيده يحبه اكثر؟ مين الاول؟ ايه معنى الكلام ده؟ معناه ان احنا كلنا مديونين، احنا كلنا واحد مديون بحاجة كبيرة والتاني مديون بحاجة صغيرة. واحد قال لأخويا أحمق والتاني راح قتل وسرق وزنى. طب قدام ربنا في واحد هيدخل في مكان والتاني في مكان؟ كلهم في مكان واحد. القاتل يستوجب نار جهنم، ومن قال لأخيه يا أحمق يستوجب إيه؟ نار جهنم. يعني الاتنين إيه؟ عليهم دين. عامل زي إيه؟ زي يجوا يقولوا فلان ده كان عنده مرض وحش ومات بالمرض الوحش، وفلان ده الضغط علي عليه ومات. هل لما بيموتوا الاتنين في فرق بين الموتى؟ الاتنين ماتوا، اللي مات بالضغط زي اللي مات بالمرض الخطير، ما هو الاتنين موت.
طب ما هو اللي عليه دين صغير محكوم عليه بالموت، لأن من أخطأ في واحدة صار مجرما في الكل، واللي عليه دين كبير هو محكوم عليه الاثنين محكوم عليهم بالموت. فأنا حاجة ميز بين واحد وواحد، الاثنين ميتين، الاثنين محكوم عليه، الاثنين ما معهمش مفلسين، ليس لهم ما يوفيان. يبقى القضية مش الدين كبير ولا صغير، لكن ان الكل عليهم دين. في بيت سمعان في درس حلو قوي المرأة الخاطئة علمته لنا كلنا، ان حيثما يوجد المسيح كلنا لينا حق ان احنا ندخل مكان ما المسيح موجود. المرأة دي جاية للبيت وعارفة ان البيت ده بتاع سمعان الفريسي، وعارفة تقاليد الفريسيين ان يعني ما فيش مرأة بمواصفاتها تدخل البيت لانها نجاسة، وعارفة الفريسيين بيقولوا ايه. لكن لان المسيح جوه البيت دخلت المرأة الخاطئة. حيثما يوجد المسيح لي حق ان انا ادخل. المسيح على المذبح لي حق اتقدم للمذبح، المسيح في السماء لي حق ادخل السماء. حيثما يوجد المسيح اداني حق انا وانت ان احنا نوجد. بس الشرط ايه؟ ان انا اشعر بخطيتي، اشعر بخطيتي، اجي للمسيح عايز اغسل رجليه، يعني انا تايب. اذا انت بالمواصفات بتاعت المرأة الخاطئة من حقك تدخل للهيكل تتناول، ومن حقك تدخل السماء حيثما يوجد المسيح في مجده. لكن يكون لك نفس مشاعر المرأة الخاطئة، انا علي دين هو حيسدده عني، مش مشكلة في الدين، لكن انا اجي معترف بخطيتي. لو عندك اليقين والايمان ان من حقك توجد حيث يوجد السيد، دايما تفكر فين سيدنا موجود. يقول لك ده جالس عن يمين العظمة في الاعالي، تقول مكاني عن يمين العظمة في الاعالي. عشان كده يقول لنا بولس الرسول فلنتقدم بثقة لعرش النعمة. احنا مكاننا فين؟ مكاننا مع المسيح، نتقدم بثقة لعرش النعمة. هو ده المكان اللي احنا نوجد فيه. حيث يوجد المسيح نوجد نحن. بيقول حيث اكون انا هناك يكون ايه؟ خادمي ايضا. احنا كلنا بس ندخل بمشاعر المرأة الخاطئة. في درس ثالث اللي قلناه اللي هو التوبة شرط ان انا ادخل. بقبلة لم تقبل فمي، المرأة دي ما قبلتش الفم لكن قبلت الرجلين، قبلت الرجلين. المرأة لما قبلت الرجلين شعرت انها نجاسة لانها امرأة خاطئة، ازاي اقبل الرجلين؟ فخلعت شعرها، فكته وابتدت تمسح الرجلين بشعرها. طب ما هو نجاسة لان شعرك برضك نجس جزء منك. فلما شعرت بهذا الاول الدموع، الثاني تقبيل، وكل ده تشعر انه نجاسة. طب انا بليت رجلي بدموعي ودي نجاسة، تمسح بشعر راسها. اما لقت الموضوع كده زاد قامت جابت الطيب عشان تسكبه، لان هي شعر ان شعرها نجاسة وقبلتها نجاسة وكمان دموعها نجاسة. شوفوا احساس المرأة الخاطئة. في حد سبق في التاريخ وعمل اللي عملته المرأة الخاطئة؟ ابدا. أول واحدة تعمل العمل ده هذه المرأة الخاطئة. دي درس لينا، مدرسة المرأة دي، مدرسة رسمت لينا طريق للتوبة كناش نعرفه. لولا أن هي عملته ما كناش هندركه على مدى الأجيال. لكن هذه المرأة ورتنا إزاي التوبة، والتوبة تبتدي منين؟ قالت من عند رجلين المسيح. هو ده طريق التوبة، هو ده اللي تقدروا توصلوا بيه للسماء. علشان كده المسيح قال للمرأة دي مغفورة ليكي خطاياك. حبيبي المسيح قال لك أنا عايز أدفع الدين، عايز أغفر لك الخطية، عايز أسامحك، عايز أديك السماء، عايز أجلسك معايا في العرش النعمة. أنت عندك استعداد؟ هسدد دينك، أنت موافق؟ قصة يقولوها في أمريكا حصلت، إن كان في واحد محكوم عليه بالموت زمان،
وجاله عفو من الرئاسة، عفو رئاسي ان هو ما يموتش. فالقاضي جابه، وفي جلسة المحكمة الرجل اللي محكوم عليه بالإعدام قال له أنا عايز أموت. فكرر عليه السؤال مرة واتنين، قال إن هو عايز يموت، فما يقدرش يجبره إن هو يقبل العفو الرئاسي، فحكم عليه بالموت. المسيح مدينا وبيقول لك أنا اديتك الحياة الأبدية، أدفع ثمن خطيتك، الدين اللي عليك أنا أسدده، بس مش غصب عنك، لازم برضاك، لازم انت تقبل، اذا قبلت يسدد عنك الدين ويديك حياة ابدية. علشان كده المرأة قال لها المسيح مغفورة لك بخطاياك، اذهبي بسلام. ولا اظن ان المرأة مضت، لان هي هتقول مع قديس بطرس الى من نذهب وكلام الحياة الابدية هو عندك، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.